فيديو النهارده برضو كانت فكره كانت في التعليقات، هي الفرق بين الاجهزه وبين الاوزان. يعني ايه اللي انا ايه الاحسن لي، ان انا اتمرن باجهزه او اتمرن باوزان حره فري ويتس زي الدمبلز زي البار او البادي ويت اللي هي التمرين بوزن الجسم. فهنقول طبعا الفروق اللي بين كل الطرق ديت، الاربع طرق دي كل طريقه ليها ميزه وليها عيب. كل طريقه ليها ميزه مش موجوده في الطريقه التانيه، ومع ذلك فهيكون ليها حاجه ناقصه الحاجه التانيه او الطريقه التانيه هتكون بتكملها. فهنبدا الاول حاجه بالاوزان الحره واللي هي الفري ويتس اللي هي البار او الدمبلز. طبعا دي بتبقى اصعب بكتير من الاجهزه، ديت بتزيد القوه اكتر بكتير من الاجهزه، بتحتاج مني ان انا اعمل اتزان او ان انا بتحتاج مني ثبات اكتر. مفيده جدا بالنسبه لاستجابه الهرمونات بتاعه الجسم، وطبعا هايله بالنسبه للناس اللي هم رياضيين، الناس اللي هي عايزه تزيد الباور بتاعها. فما ينفعش ان هو يتمرن على الاجهزه بس، المفروض ان هو يعمل تمارين وهي رجليه على الارض علشان يبقى مشغل الكور، يبقى مشغل التوافق العضلي العصبي بتاعه، يبقى مشغل الكلام ده كله اللي هي هتنفعه في الرياضه بتاعته، ولما يجي يطبق القوه اللي هيكتسبها من التمرين في الرياضه بتاعته. الفرق بقى بين البار وبين الدمبلز، ان البار طبعا انا هعرف ان انا اخرج فيه قوه اكتر من الدمبلز بكتير، فالبار بيبقى هايل في الموضوع دوت، هايل بالنسبه للجهاز العصبي او بالنسبه للقوه بتاعه الجهاز العصبي. فالاحسن ان انا ابدا تمريني بالبار. الدمبلز بقى ممكن تبقى احسن في البار في ايه؟ ان هي هتحتاج لثبات اكتر. طبعا لو انا مثلا بعمل زي البنش بريس بس بالدمبلز اللي هي التمرين بتاع التجميع او الحاجات دي او الشولدر بريس، فده هيحتاج مجهود، مش بس ان انا ارفع الوزن لفوق، هيحتاج مجهود برضو ان انا اثبت الوزن واخلي الوزن ثابت من غير ما كوعي يلف يمين او شمال وبيتحرك في خط واحد، فده بيبقى مجهود زياده. ده بيبقى مفيد جدا للمفاصل والاربطه، بس في نفس الوقت بيحط لود عليهم، فلو حد عنده اصابه ما ينفعش ان هو يعمل الموضوع ده. وفي نفس الوقت في ميزه برضو عن البار، ان هو هيشغل النص اليمين زي النص الشمال. البار انا بزق بايديا الاثنين بس، ممكن هتكون في ايد بتزقه اكتر من الثانيه. الدمبلز انت مش هينفع تغش فيها، لان الدمبلز كل ايد ماسكه دمبلز لوحديها، فالاثنين هيتحركوا مع بعض، المفروض ان مفيش ولا واحده تسبق الثانيه. فلو في واحده تسبق الثانيه او لو في ناحيه انت بتعرف تعمل بيها عدات اكتر من الناحيه الثانيه، فمعنى كده ان انت عندك جنب اقوى وعندك جنب ضعيف، فالمفروض تشتغل على الجنب الضعيف. فممكن ان انت تعمل عدتين زياده او ثلاث عدات زياده على الجنب الضعيف، ممكن حتى تعمل عده واحده بس في كل مجموعه زياده على الجنب الضعيف، او ممكن ان انت تعمل مجموعه زياده على الجنب الضعيف لغايه ما الاثنين يكونوا نفس القوه او القوه بتاعتهم تكون قريبه من بعض. طبعا الاوزان الحره زي ما قلنا هي كويسه جدا بالنسبه للمفاصل، بس في نفس الوقت هتحط ستريس على المفاصل او هتحط حمل زياده على المفاصل، فبالتالي لو حد عنده اصابه فاحسن له بكتير ان هو يعمل النوع اللي بعده هو الاجهزه. الاجهزه بقى هتكون ميزه عن الاوزان الحره في الموضوع دوت، لو حد عنده اصابه فده هيكون احسن له بكتير ان هو يعمل اجهزه. الاجهزه برضو هتكون امان اكتر بكتير عن الاوزان التانيه، عن الفري ويتس. يعني لو حد لسه مبتدئ معكش مدرب معكش حد يقول لك ايه الصح ايه الغلط الكلام ده كله، لو انت خايف من الاصابات ومن الحاجات دي، فبصراحه الاجهزه هي امان اكتر. وميزه كمان فيها برضو ان هي بتخليك تزود حجم التمرين بتاعك بمجهود قليل. يعني انا دلوقتي لما خلصت التمرين بتاعه البار، خلصت التمرين بتاعه الدمبلز، طبعا انا مش مركز زي اول التمرين، التركيز بتاعي ابتدى يقل، الطاقه بتاعتي ابتدت تقل، بس انا عايز اعمل حجم تمرين اكتر شويه عشان ابني عضلات اكتر، لو الناس اللي بتعمل بودي بيلدينج. عشان كده بيخلوا الاجهزه بتاعتهم في الاخر بعد ما يخلص البار والدمبلز والتمارين دي، بيبتدي ان هو يعمل الاجهزه علشان يكتر الحجم بتاع التمرين العدات والمجموعات، فبالتالي بيبقى ضخامه استجابه العضله من ناحيه الضخامه بتكون اكتر. الحاجة التانية والميزة التانية برضو ان انا بعرف افصل العضلة تماما. يعني لو انا مثلا بعمل بنش بريس بالبار، فطبعا هبقى بشغل الترايسبس وهبقى بشغل الكتف، مش هبقى بشغل منطقة الصدر بس. لما اجي اعمل بقى على جهاز زي الجهاز اللي هو بتاع الفلايز او الحاجات دي، فكده انا هبقى عامل عزل او ايزوليشن لعضلة التشيست او لعضلة الصدر لوحديها دون عن العضلات التانية. بس طبعا الاجهزه كده كويسه جدا، بس من ناحيه طبعا اكتساب القوه مش هتبقى زي البار او زي الدمبلز. البار او الدمبلز هيكونوا اكتر. لو انت اشتغلت حتى اجهزه على طول وجيت تجرب الاوزان الحره هتلاقي نفسك مش هتشيل كتير، بس العكس هيكون غير كده. لو انت شغال اوزان حره بس وجربت ان انت تشيل اجهزه او جربت ان انت تتمرن باجهزه، هتلاقي نفسك بتشيل اوزان تقيله جدا في الاجهزه. بعد كده هنيجي على تمارين وزن الجسم، وديت الحاجة المفضلة عندي بالنسبة طبعا للجسم العلوي. الجسم السفلي لازم اعمل معاه وزن، بس بالنسبة للجسم العلوي انا ما بعملش اي وزن، قليل جدا. لما بعمل اوزان ممكن يبقى تمرين واحد، وممكن مثلا تبقى لفترة اسبوعين او ثلاث اسابيع، بعد كده ما بعملش اوزان. من ناحية الثبات، فطبعا هتعمل لي ثبات اكتر من التمارين بتاعة البار.
من ناحية الاتزان، فهتعمل لي اتزان اكتر. من ناحية بناء القوة هتبني لي قوة اكتر، هتبني لي كل حاجة اكتر من الاوزان واكتر من الجيم. بس العيب الوحيد اللي فيها اللي انا فعلا ممكن يكون موجود في التمارين بتاعة البودي ويت هو ان التطور بتاعها بيكون بطيء جدا، او ان انت عشان تزود التمرين عشان تعمل بروجريسيف اوفرلودز ده بيبقى اصعب بكتير من الجيم. الجيم انت هتعمل ايه؟ انت هتزود الجهاز درجة، او لو انت بتشتغل بار هتزود كيلو او تزود 2 كيلو، هتزود حتى نص كيلو، بس اسمك ان انت هتعرف تعمل زيادة تدريجية كل مرة. بس التمارين بتاعت وزن الجسم عشان تعمل الزيادة التدريجية دي فده بياخد وقت اكتر بكتير عشان تزيد عدة، او ان انت مثلا عشان تغير التمرين بدل ما بتعمل هاند ستاند بوش ابس على الحيطة ان انت تعملها من غير حيطة وتعملها ببالانس، فده بيحتاج لممارسة كتير وبيحتاج لوقت وصبر كتير. لبعض الناس الموضوع ده بيبقى ممتع، انا بحب ان انا اعمل ممارسة للحاجات دي، بحب ان انا اعمل الموضوع ده. بالنسبة لبعض الناس هيبقى الجيم هيبقى اسهل بالنسبة لهم، هيفضلوا الموضوع ده، فكل واحد بيفضل حاجة معينة. ما تخليش حد يجبرك على طريقة معينة، بس احنا شرحنا كل المميزات وكل العيوب بتاعة التمارين ديت، وهشرح ازاي ان انت ترتبهم في التمرين بتاعك. طبعا الترتيب المثالي للحاجات ديت هيكون ان انت هتعمل البار الاول، الحاجات بتاعة البار، لان دي هتبقى اكتر حاجة هترهق الجهاز العصبي وهشغل الجهاز العصبي وهتكتسب بيها قوة. بعد كده تعمل التمارين بتاعة الدمبلز، دي هتبقى اسهل شوية من البار لكن ما زالت مفيدة من ناحية القوة ومن ناحية برضو اكيد الضخامة العضلية. بعد كده اخر حاجة ممكن تعملها في التمرين بتاعك هي الاجهزة. الاجهزة ديت مش هتحتاج منك مجهود، مش هتحتاج منك اي اتزان او اي ثبات، مش هتحتاج منك اي توافق، انت قاعد عمال بتحرك جهاز وخلاص، فالموضوع هيبقى سهل. فده تخليها في الاخر لو انت عايز تزيد الحجم بتاع التمرين. انا عن نفسي ما بعملش اي اجهزة، انا عن نفسي ما بعملش غير بادي ويت او تمارين بوزن الجسم بس من ناحية الجسم العلوي. من ناحية الجسم السفلي فانا طبعا بعمل سكوات، سواء باك سكوات او فرونت سكوات، بعمل ديد ليفت، وممكن في اخر التمرين اعمل اجهزة، بس ده في الجسم السفلي بس. فطبعا ما فيش طريقة واحدة بتنفع للناس كلها، كل واحد على حسب الاهداف بتاعته وعلى حسب انت بتفضل ايه. مش غلط ان انت تعمل اجهزه مع كاليثينكس، بس انا ما بحبش الاجهزه. عموما لو حد محتار في ترتيب التمرين بتاعه ممكن يتواصل معانا، نعمل معاه اونلاين تريننج. لو حد محتاج برنامج ممكن يتنفس في البيت، بس تمارين بوزن الجسم مش محتاج اكتر من عقله، هيلاقي برضه الرابط في الشرح.